معانا تقرير جاهز، يلا نشوف تقرير عن هذه البطولة ونرجع لحضراتكم على طول. الأهلي صاحب الأرقام، الأهلي الرائع هنا في هذه الليلة، السيادة والريادة، الفرحة كبيرة. الأهلي دائما وأبدا هو سيد الألقاب. أهلي البطولات، أهلي الإنجازات، الذكريات الحلوة ولحظات التتويج. رغم أن انتصارات الأهلي الإفريقية بدأت مع جيل الأسطورة محمود الخطيب في الثمانينيات، حيث حصد المارد الأحمر لقب 82 بالفوز على كوتوكو الغني، تكرر الإنجاز عام 87 على حساب الهلال السوداني. إلا أن بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001 كانت بداية الغزو الحقيقي لكتيبة الأهلي لإفريقيا. جول جميل مش ممكن، سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ، ده انت السيد، والله السيد. 2001 بداية حكاية جوزيه مع الأهلي قبل الرحيل والعودة من جديد. طموحات كبيرة، أحلام بعودة الانتصارات الإفريقية رغم إخفاق الدوري، النهائي المرتقب، الأهلي صن داونز الجنوب إفريقي، السفر إلى جوهانسبرغ، أجواء جماهيرية بملعب فيرسفيلد بالعاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا. تقدم صن داونز عن طريق كامبامبا في الدقيقة 26، عادل للأهلي سيد عبد الحفيظ في الدقيقة 58 من عرضية محمد فاروق. أفراح أهلاوية، تعذيرات من جوزيه، ما زال هناك لقاء عودة، طموحات كبيرة، اللقب الإفريقي يقترب، الجماهير تحتشد في استاد القاهرة، 100,000 متفرج، عودة الغيابات، بيبو جمعة والسعيد، بيبو يتألق، يحرز هاتريك. وهذه فرصة لاخر بيكتها، فرصة علوية، محمد فاروق طارت بيبو فوز تاريخي للمارد الأحمر، لقب إفريقي جديد لأبناء القلعة الحمراء. الأهلي صاحب الأرقام، الأهلي الرائع هنا في هذه الليلة، السيادة والريادة، الفرحة كبيرة. الأهلي دائما وأبدا هو سيد الألقاب. شفت حضراتكم يعني بطولات كبيرة وبطولات كتيرة جدا. الأهلي فعلا مصدر سعادة المصريين، وأكيد كمان مصدر سعادة الأهلاوية اللي بيستنوا المباراة القادمة يعني على فارغ الصبر، مباراة تاونشيب البتسواني. إن شاء الله تكون مباراة ترجع النادي الأهلي تاني مارد لأفريقيا زي ما هو معودنا، وإن شاء الله تكون بداية لاقتناص هذا اللقب المميز جدا عند الجماهير الأهلاوية. بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم ونكمل بقية أخبارنا في الأهلي في كل مكان.